السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو اللي نشرح لكم فيه طريقة والثمن ديال عصر زيت الزيتون لهذا الموسم. فالزيتون كنا شريناه ب 280، يعني 14 درهم. 14 درهم، شوف الزيتون كي داير، فيه هادو هما وفيه وحدين اخرين اللي شويه فيه الخضر. زيتون مزيان 14 درهم، وبطحنا بكل شيء كيتقام ب 15 درهم. كل 15 درهم 300 دريال. 300 دريال قنطار. خدينا جوج القناطر، خدينا مسيدي ب 60,000 ريال، 3000 درهم. 3000 درهم جوج القناطر ب 3000 درهم. شي الطاحونه كما كتشوفوا معنا، غادي الطاحونه تقريبا كما قلت لكم 3000 درهم. او هنا كيتطحن المره الاولانيه، كيمشي يتغسل، كيتغسل زيت الزيتون هنايا، الزيتون كيتغسل هنايا. زيتون مزيان كما قلت لكم 14 درهم، وكيتقام بقرب 15 درهم فالطحنه الكيلو غرام الواحد. جوج قناطر كيتقاموا ب 3000 درهم، 60000 ريال، يعني 30000 ريال القنطار، 1500 درهم للقنطار الواحد. فكيتطحن كما كتشوفوا معنا، حنا كنطحنوه وهذا طحنا على يدينا كما كتشوفوا، شفتوا كلشي بعينيكم باش تعرف الاثمنه وكلشي. وكاين الزيتون اللي كيدير 13 درهم، فيه مخلط، فيه الخضر، فيه الكحل. حنا بغينا هذا مزيان، صافي، فيه الكحل، هذا مزيان كيعطي الزيت الزيتون ثقيله مزيانه خاطره بزاف، شي بحال اخرى خفيفه. هذيك الزيتونه الخضراء خصوصا اللي ما كانش ديال البلاد، يكون الزيتون ديال البلاد، هذيك بيتوين ولا شنو سميت بابا كاع ديال الصبليون راه ناقصه. كما كتعطي الزيت الزيتون الزيت ديالك يكون خفيف، عندك تقول واش فيها. هذه نصيحة، اختاروا يعني الزيتون ديال البلاد، بلدي اللي عندنا ديال البلاد كيزرعوه، ماشي داك الشجر اللي جابوه من اسبانيا وزرعوه لنا هنايا. هذاك راه ما الزيتون ما تلعبه. كما قلتو كما شفتوها هما كيتغسل هنايا، كيطلع كيبدا يتغسل، ومن بعد نوريكم كيفاش كيتطحن وكل شيء، وتم كيخرج الزيت كما كتشوفوها هنا باش كيتنقى وكيتغسل. حبات ديال الزيتون مزيان مليح، كتبرك عليها هشيشه، كتعطيك دغيا وكتخلي لك اليدان في يدك. هنا كيتنقى، هنا الغربال كيغرب، هنا تما دوزو الطاحونه كيفاش كتطحن، كيبدا يتطحن ويتعصب. هنا ديال الطاحونه اللي كطحن وتعصب، تقطو وتعصب، نخرجو منو زيت الزيتون. ومن بعد كتمشي للروبين باش بدا يخرج، إلا قبل منو مبقاش زيت. هادي كتيدوز ملوطخ ما بين قيمة تصفاش من العظم ديالنا، العظم يدوز بحال هكا، كتشوف هاد البصل كيدوز من العظم، والبصل كيدوز فيها الزيت. هنا الزيت دابا هو تنقى، راه الزيت مهنيش، الزيت كي داير، زيت الزيتون ديال هاد العام، كيعطي 16, 17, 18, 19, حتى 20، هاد المرة يقدر يعطيك 20 يترو في القنطار الواحد، حنا عطانا 18، يعني 18 يترو. في القنطار الواحد جوج القناطر عطاو لنا 36 يترو، وادز ديال 5 يترو عمرنا فيهم، كيما قلت لك عمرو لينا 7 بيدوات ديال 5 يترو، 7 يعني 36 لتر. واخيرا هذه هي البيدوات، نوريكم واحد منهم، نوريكم الشكل ديال الزيت باش تشوفوا حتى الزيت كيفاش داير. هي هذه
بقى فيها الحرورية. كنتمنى انتم تكونوا انا علم بعدا انا درت لكم هذا الفيديو باش انتم تاخذوا معلومات تعرفوا بشحال الزيت شحال القنطار شحال كيخرج وما تقولوش في هذيك الزيت الاخرى الزيتون الاخرى ديك بيتكوين كما قلت لك ديال ولا بيكوين ولا شنو هي ديال سباليون صافي تاخذوا البلديه الزيتونه ديال الشجر ديال البلاد ديال البلاد وهذا الزيتون ديال الماكله هذا الزيتون ديال الماكله هذا ديال الماكله هذا زيتون غلاط زيتون غلاط هذا كيدير 17 درهم 17 درهم 140 ريال 140 140 17 درهم اليوم عطيتكم معلومات على هذا الزيت البلديه كيفاش تعصر الثمن ديالها كذلك الزيت ديال الماكله الزيتون ديال الماكله ها هو كما قلت لكم ب 17 درهم 340 باش كتاخذوا كنتمنى هذا الفيديو لك الاعجاب ديالكم ما تنساونيش في الاشتراك شاركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا ودعمنا بلايك وانتم راه معنا في القناه ديالنا قناه تعليميه قناه ايكول جبيره فقط قناه تعليميه كنحطوا فيها الدروس ان شاء الله في هذه السيمانه ان شاء الله راه غيبداو التعليم الصريح يعني غادي يبدا داكشي ديال الاسبوع كل اسبوع غتعطيهم واحد الكراسه فيها اسبوع فيها العربيه فيها الفرنسيه وفيها الرياضيات اما النشاط العلمي والاجتماعيات والتربيه الاسلاميه والتربيه الفنيه فهادو كيبقاو بالكتبه ديالهم ابار كيبقاو بالكتبه ديالهم وانا وريتكم ودرت لكم الدروس ديال الاجتماعيات وديال النشاط العلمي راه درتهم لكم ودرت لكم حتى الفروض وكل شيء والنماذج ديال الفروض كيفاش تخدموا عليهم ثم انا بالفرنسيه راه كاينه حتى الدروس ديال الفرنسيه والعربيه والرياضيات في الكتوبه في الكتوبه من غير المدرسه الرائده ومن غير الدعم ديال الطار حصص الدعم اللي دوزناهم كامل داكشي اللي شفناه فغتكون اسبوع كما قلت لك كل اسبوع يعطيهم واحد الكراسه صغيره فيها العربيه فرنسيه الرياضيات نخدموا عليهم وانا غادي نشرح لكم مزيان ان شاء الله غادي نعاونكم ان شاء الله في الرياضيات في العربيه والفرنسيه باش تفهموا مزيان حتى بالنسبه للدروس بالنسبه للصرف التحويل الاملاء التحويل كما قلنا الاملاء كذلك الفرنسي في الجرامير في الكونجيزو في الاورتوغراف ليكسيك في ليكسبرسيون دو كريت غنشوفوا داكشي كامل ان شاء الله فما عليكم الا تشتركوا في القناه وتدعمونا بلايك باش حنا نزيدوا لقدام ونزيدوا نصوروا لكم فيديوهات ونفهموكم اكثر دمتم في رعايه الله والى اللقاء